ما هو مش معقولة ابدا اقول لك خد سكرين شوت من الموبايل تاخدها بسرعة جدا واجي اقول لك خدها من الكمبيوتر تقول لي ما اعرفش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير واهلا بكم في فيديو جديد. طبعا كلنا بنعرف ناخد سكرين شوت من الموبايل، بس في ناس كتير قوي ما بتعرفش تاخد سكرين شوت من الكمبيوتر، وبصراحة انا شايف موضوع السكرين شوت ده مهم جدا في حالات كتير قوي. يعني انت ممكن تستخدمه مثلا في ان انت عايز توري حد مثلا اكونت بتاع حد او مثلا صورة معينة من الانترنت بس ما بتنزلش، فممكن تاخدها سكرين شوت مثلا او اي حاجه من الحاجات دي. النهارده ان شاء الله هوري لك ثلاث طرق تقدر تعمل بيهم سكرين شوت من الكمبيوتر بكل سهوله. بس قبل ما نشوف الثلاث طرق دول هطلب منك طلب، لو انت اول مره تشوفني يا ريت تنزل تحت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول، وعشان تحمسنا وتدعمنا وتخلينا نقدر نواصل. ولو عجبتك طريقه من الطرق دول اخبط لايك للفيديو وشير الفيديو مع اصحابك على الواتساب والفيسبوك. وكالعاده طبعا لازم نشكر الناس اللي بيدعمونا وواقفين ورانا بشكل كبير وبيكتبوا كومنتات في منتهى الجمال، ومن ضمنهم من محمود حسن وغريب زنة وسارة علي حسين مصطفى ومحمد يحيى وعلي لوشا ومصطفى زكريا السويسي وعبد ابراهيم واحمد محمود واسامه فايد وعلياء علي حسين وكوين رؤى. نشوف مع بعض الطريقه، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لحضراتكم مره تانيه عشان نشوف مع بعض الطرق اللي نقدر ناخد منها سكرين شوت من الكمبيوتر. الموضوع سهل وبسيط جدا، ما فيهوش مشكله خالص، ركز بس انت معايا تمام. اول طريقه هي سهله جدا جدا، ما بتحتاجش اي حاجه. ولنفترض مثلا ان احنا هنحتاج عايزين مثلا ناخد لقطه شاشه للوضعيه اللي انت شايفها دي كده بالظبط، تمام. طيب هتعمل ايه؟ كل اللي حضرتك هتعمله انك هتدوس على زرار اسمه برنت سكرين. الزرار ده في الكيبورد اسمه برنت سكرين، الزرار ده تمام. وبعد ما تدوس على الزرار ده هتعمل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. هندوس مرة واحدة على برنت سكرين بالشكل ده، وهنيجي على قائمة ستارت هنا، وهنفتح برنامج الرسام العادي بتاع الويندوز اللي هو البينت. هنكتب مع بعض كده بينت تمام، وهنختار الاختيار ده. بعد كده هتدوس على كنترول وفي، كنترول وفي، الزرار ده والزرار ده مع بعض من الكيبورد. هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي. هتيجي حضرتك من الكيبورد زي ما قلنا دلوقتي وهتدوس كنترول وفي مع بعض بالشكل ده، هتلاقي الصورة بتاعتك نزلت هنا في الشاشة بكل سهولة. طيب هنسيفها ازاي بقى؟ هنسيفها بالشكل ده، هندوس من هنا كده من الاختيار ده، وهنختار حاجة اسمها سيف از، وهندوس عليها بالشكل ده. بعد كده هيختار هتيجي معانا الواجهة دي اللي هنختار منها الصيغة بتاعة الصورة. مثلا وليكن عايزين نسمي الصورة مثلا اسم معين، ممكن نسميها مثلا لقطة شاشة بالشكل ده، وهنختار ان هي تنزل مثلا على الديسك توب. وهنا بقى الصيغ بتاعة الصور، انا افضل ان الصيغة تبقى اللي هي جي بي اي جي دي، احسن حاجة او يعني هي افضل صيغة بالنسبة لي. طبعا انت طبعا ممكن، انت حر طبعا تاخد اي صيغة انت عايزها، الموضوع برضو طبعا متروك ليك في الاول وفي الاخر. وهندوس سيف بالشكل ده، وهننزل البرنامج تحت بالشكل ده، وهنبص على الصورة بتاعتنا هنا بالشكل ده اللي هي لقطة شاشة. هتلاقي نفسك اخدت سكرين شوت للوضعية اللي انت عاوزها. طيب دي اول طريقة. الطريقة التانية اسهل طبعا بكتير من الاولانية، وبعدين فيها ميزة. ايه الميزة؟ ان هي ممكن تخليك تاخد حتة معينة بس من الشاشة، مش شرط تاخد الشاشة كلها. طيب الطريقة دي بتتم ازاي؟ هتيجي حضرتك في قائمة ستارت بالشكل ده، وهتكتب اس ان بالشكل ده تمام. وبعد ما تكتب اس ان بالشكل ده هتختار حاجة اسمها سنيبنج تول اللي عليها علامة المقص بالشكل ده. طيب هتدوس عليها بالشكل ده مرة واحدة، هيظهر معاك الاختيار ده. الاختيار ده هو اللي انت بتحدد منه انت عاوز تاخد ايه، اي جزء من الشاشه. ولنفترض مثلا ان انت عايز تاخد الشاشه كلها، هتيجي في اول الشاشه من هنا كده وتقف بالماوس وتسحب كده لغايه ما تيجي معاك الشاشه كلها وتسيب ايدك. بعد ما تسيب ايدك هيفتح معاك البوكس ده تمام. طيب لو احنا عايزين ناخد حته معينه مثلا، هنختار سنابنج تول مره ثانيه بالشكل ده، وقلنا هنفترض جدلا مثلا ان احنا عايزين ناخد الحته اللي هي مثلا او الصوره بتاعتي انا مثلا عايزين ناخدها كده مثلا بالشكل ده، فهنقف كده او نسحب كده بالمؤشر بتاع الماوس لغايه ما نشوف مثلا النتيجه اللي احنا عايزينها، او احنا كده راضيين عن النتيجه اللي احنا عايزينها. هنسيب ايدينا من على الماوس وهتظهر معانا الواجهه دي اللي احنا هنسيف منها الايه السكرين شوت بتاعتنا او لقطه الشاشه.
فهندوس على الاختيار ده اللي هو بتاع السيف، هيفتح معانا البوكس ده طبعا عارفينه. طبعا هندوس على مثلا عايزين نسيفها في اي مكان في اي بارتيشن في الكمبيوتر، هندوس عليها من هنا وهنسمي الصورة بتاعتنا مثلا، وليكن مثلا لقطة شاشة واحد، تمام. وبرضو من هنا ممكن تختار الصيغة اللي انت عايزها، وانا طبعا افضل الصيغة اللي قلت لكم عليها اللي هي جي بي اي جي فايل، وهتدوس سيف بالشكل ده. هنقفل مع بعض وهنشوف الصورة بتاعتنا، هتلاقي الصورة بتاعتك بالمنظر ده زي ما انت اخترتها بالظبط. الطريقة الثالثة والأخيرة معانا النهاردة إن شاء الله هي طريقة بتتم عن طريق برنامج اسمه سناجت. البرنامج ده برنامج حلو جدا وممكن ينفعك في حاجات كتير قوي. البرنامج ده إن شاء الله هسيب لكم الرابط بتاع التحميل بتاعه في أول تعليق. طيب العملية بتتم إزاي؟ برضو هنعمل زي ما عملنا أول مرة، زي ما عملنا أول مرة لما فتحنا برنامج البينت، اخترنا الزرار بتاع برنت سكرين من الكيبورد. أول ما تدوس عليه بالشكل ده هتظهر لك الواجهة دي. لو انت عاوز تاخد السكرين شوت للشاشة كلها فول سكرين بالشكل ده، فانت هتدوس على الاختيار ده، تمام. لكن لو انت حابب مثلا تاخد حتة معينة او حاجة بالشكل ده، وليكن مثلا هناخد الاسم ده كده، فهتعلم عليه بالشكل ده، هتدوس على الماوس وتعلم عليه بالشكل ده وتسيب ايدك. اول ما هتسيب ايدك بالشكل ده هيظهر لك الايديتور بتاع برنامج سناجت، فانت هتدوس على فايل وهتختار من فايل سيف از، وبعد كده هتختار المكان اللي هينزل فيه الصورة بتاعتك، وممكن طبعا تسميها بأي اسم انت عايزه من هنا ومن هنا طبعا، وليكن مثلا هنسميها برضو لقطة بالعربي، تمام. وبعد كده من هنا هتختار الصيغة، طبعا دي صيغ كتير. هو البرنامج ده فيه ميزة احسن من الطريقتين اللي عملناهم قبل كده، ان هو فيه صيغ اكتر من الطريقتين اللي عملناهم قبل كده. فهنختار الصيغة بتاعتنا اللي احنا متفقين عليها اللي هي الـ JPEG اللي هي دي، وهندوس سيف بالشكل ده، وهنشوف مع بعض الصورة بتاعتنا بقت عاملة ازاي. هتلاقي الصورة بالشكل ده. لو انت حابب ان انت تاخد فول سكرين للشاشة كلها، فهتدوس برضو على برنت سكرين بالشكل ده، طبعا كل ده عن طريق برنامج سناجت، تمام. وهتدوس فول سكرين بالشكل ده، هيفتح معاك الاديتور بتاع برنامج سناجت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ومن هنا هتختار فايل وسيف از زي ما عملنا برضو نفس الموضوع المرة اللي فاتت، وتقول له سيف، وبعد كده هتلاقي الصورة بتاعتك نزلت هنا بالشكل ده، تمام. البرنامج بتاع سناجت ده فيه مميزات كتير قوي. الناس اللي عاملة قنوات على اليوتيوب مثلا ممكن تستفيد منه، ان هو بيصور الشاشة فيديو وبجودة عالية قوي. ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاع التحميل بتاعه في اول تعليق. ودي كانت الطريقة اللي تقدر، او دي كانت الطرق اللي تقدر تاخد بيها سكرين شوت من الكمبيوتر. اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم، وهيظهر لك دلوقتي بعد ختام الفيديو 4 فيديوهات ممكن تتفرج عليهم وان شاء الله يعجبوك. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.